بيكم في الفقرة الأولى، وزي ما كنا بنتكلم وهنفضل نتكلم، ذوي الهمم هتلاقيهم متميزين في كل المجالات. ربنا كده زي ما بيتقال بيديهم القدرة على التميز في الفنون، سواء بنتكلم في الرياضة أو أي موهبة تانية عندهم، هتلاقيهم متميزين فعلا فيها، وبيبقى عندهم نوع من الإصرار يمكن بجد مش موجود عند ناس كتيرة جدا. ولما بنتكلم كمان عن دور المدرب، بيبقى ليه دور كبير قوي بجانب طبعا الأهالي، بس المدرب كمان اللي بيكون موجود إن هو يعني يقدر إن هو يكتشف الموهبة وينميها، فدي حاجة برضو أعتقد مش سهلة وفيها كلام كتير. هنتكلم عن الكاراتيه تحديدا لذوي الهمم في الفقرة دي، وإزاي كمان بيتم تدريب أبطالنا، وإزاي الرحلة أصلا شكلها بتكون وكواليسها. خلينا نرحب بكابتن شيماء المواردي، هي حكم ومدربة كاراتيه لذوي الهمم. صباح الفل. ونرحب بقى ببطلنا الجامد جدا عماد محمد عصام، بطل كاراتيه وسباحة لذوي الهمم. صباح الخير. صباح الفل بجد، أنت منورنا، وجمهور الاهلي اكيد مبسوط ان انت تكون معانا ويسمع منك بقى. بقولك يا رب يا رب. خليني ابدا يعني عماد، تقدر تحكي كده، انا عايزاك انت تعرف نفسك لجمهور الاهلي، يعني احكي لنا مين عماد اصلا، مين البطل بتاعنا، يعني خلينا نعرف منك. والله صراحه يعني حقيقه اسمك في الاول الدنيا عادني مدرب السباحه، طلعت المركز الاول، طلعت السباحة والسباحة تمرين التعليم، أخذت الميدالية. أنت واخد ميداليات مش ميدالية، يعني ده كده جزء كمان. طبعا أخذت الميدالية، يعني مركز أول، ومركز اول جرت فيها على الحمام، على حمام السباحه. أيوة. التعليم هو ده، انت في الصوره دي ولا هي دي؟ تمام. كنت صغير وانا في الميه، في حاره واحد في حاله وحيد. بس انت بتحب السباحه، يعني انت اخترتها واخترت الكاراتيه. انت اللي اخترت الرياضات دي؟ صراحه يعني الحقيقه كنت علمت عوام فهمت كنت فهمت علمت عوام موهوم 50 متر ابتديت من 50 متر وهكذا. رايح حلو جدا، ده رايح وجاي حلو. احنا هنعرف بقى التفاصيل منك دلوقتي، بس كابتن شيماء خليني ارحب بيكي، ومجهود محترم حقيقي بتبذليه، وفكره كمان هنا زي ما انا قلت في المقدمه، يعني ليكي دور كبير في اكتشاف اصلا المواهب، يعني مش سهله، وانك تختاري رياضه معينه تناسب كل شخص برضو دي مش سهله. فخلينا ابدا من هنا بفكره انك بتختاري وبعدين توديه في رياضه معينه وبعد كده نشتغل على الموهبه، يعني خلينا نعرف منك. والله حضرتك بصي، احنا كنت في فريق طموح لكنوز البشريه، تعرفت على الكاتب الصحفي استاذ عبد الرحمن مؤمن عبد الحليم، فهو مسؤول متحدي اعاقه، فانا دخلت بدات ادرب معاه. من اول يوم بدات ادرب معاه هناك 3 سنين، انا اصلا كنت بدرب متحدي اعاقه في النادي الاهلي. فاتقابلت مع عماد من 3 سنين، عرفت ان هو بطل سباحه وحصل على المركز الثاني في بطوله الجمهوريه، وحاصل على المركز الاول في بطوله التنس على مستوى الجيزه. ده كل حاجه بقى، وفي رمي الجمل. يا عماد بقى انت هتقطعنا لو نزلنا معاك يعني نلعب، صح؟ ايوه طبعا. وهو على فكره عماد عازف اصلا كمان، بيغني وما شاء الله هو عنده مواهب كتيره. فانا بدات معاهم كاراتيه، وفي على فكره ابطال كتير طبعا غير عماد، متحدي اعاقه ذهنيه وبصريه وحركيه وصم بكم، بس عماد من المتميزين، بيحضروا التمرين باستمراريه في فريق طموح لكنوز البشريه، متمكن جدا، واخد مركز اول في بطوله البطل الاولمبي، كانت الجمعه اللي قبل اللي فاتت، خاصه بالاتحاد المصري للكاراتيه. كان كام منافس بقى مع عماد؟ كانوا 38 مكفوفين منافس. كانوا مكفوفين واعاقه ذهنيه وكان سم. ومركز اول يا عماد، انت مش سهل. لا انت مش سهل يا عماد. ذهبية. صح.
واتمرنت قد ايه؟ يعني احكي لنا برضو بتتمرن قد ايه؟ اليوم بتاعك بيمشي ازاي؟ الاسبوع بتاعك كم مره بتروح تتمرن؟ رايحه جاي في حاره واحد وفي حاره واحد وحاره اثنين وحاره ثلاثه واربعه وخمسه. هو ملتزم بالتمرين، يعني احنا ساعات ممكن تمرين ما يبقاش يوم في الاسبوع او يومين لو احنا عملنا لقاءات على بعضها، وحتى كنا بنعمل في حديقه الحيوان متحدي اعاقه كان بينزل معانا، مكتبه سيده مبروك كان برضو بينزل معانا، بينزل معانا كمان في جميع اللقاءات. حلو، يعني الالتزام اهم شيء، وهو عماد ملتزم جدا بالظبط، وكان بيحضر جميع العروض في مكتبه مصر الجديده، وكان متكرم السيده الفاضله سوزان مبارك، وهو ما شاء الله عمل انجازات جميله يعني. طب عماد احكي لنا كده، وانت يعني في المنافسه اللي كانت البطوله الاخيره وانت بتتنافس على مركز اول، انت عايز اكيد تبقى الاول صح كده؟ وحصل. ايه بقى ايه اللي كان صعب؟ يعني احكي لنا المنافسه نفسها كانت ازاي؟ انت حسيت انك كسبت بسهوله ولا كسبت يعني بصعوبه؟ والله صراحه يعني حقيقه كنت بحب اصلي، وانا كنت في الميه البحر عشان كنت اللي فهمت وعلمت عوام عوم مثل بنزل حاجات بنزل تحت الميه فرمل تحت بتغطس بتعرف تغطس يعني كويس. بعرف اغطس و حكي عفوه الشارب برافو، وبقوم كرول وشارب وظهري ومعمل حاجات الظهر ده ولسه الذكر بشارب الشلابه وانا في كوب بحر. هو يعني كان مستعد كويس قوي. بس هي العقبات اللي كانت بتقابل عماد الوزن طبعا، ده الخلاف اللي بيني وبينه طبعا. عشان اعمل دايت يا عماد. لا نعمل دايت بقى، ده انت بطل في كذا رياضه كمان. هو بيخس بسرعه وبيرجع طبعا، بس محطوط تحت ضغط. وكنت بطلت الميه البحر عشان الميه البحر ده واقف سباحه عليها الملاح ملح قوي جامني قوي كلور. وانا كنت رحت حمام السباحه في البسين في المعسكر شرم الشيخ، كان في معسكر شرم الشيخ. اتدربت بقى هناك كويس حمام السباحه بسين. ايوه اتدربت فيه. اتدربت فيه وانا كنت شويه حكره على السلالم ده بكره عن السلم السعوديه بنزل فيها. هو بيطلع من على ادوار عليا يقصد يقولك. ايوه فاهمه طبعا، فاهمينه جدا طبعا. عايزه برضو اروح معاكي للصعوبات بقى، مش فكر بس عماد، يعني في العموم ايه اللي بتواجهك مع الابطال دول؟ انا هقول الابطال دول، شو الفئه دي هقول الابطال دول، يعني غير فكره الوزن، هو طبعا في حد المفروض يكون بيتابع برضو الوزن. أيوة والاكل طبعًا. والحاجات دي كلها مش كده؟ بالظبط. طبعا دي حاجه. الحاجه الثانيه العقبات، يعني ممكن يكون ما فيش حد كان مهتم الاول بمتحدي الاعاقه بصراحه، فهم عندهم حاسين ان ما فيش خالص نتيجه ممكن يحققوها. بس بصراحة يعني دي أول تحية طبعا أنا لازم أحييها لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن هو السبب بصراحة اللي خلى كل المدربين وخلى الاتحاد وخلى جميع الفئات تهتم بمتحدي الأعاقة. دي حقيقة. بنتكلم على 2018، إحنا قلنا ده في بداية الحلقة، يعني في عام لذوي الهمم لما الدستور في دعم كبير جدا جدا منه في المواد المختلفة في جميع السفريات وفي كل حاجة. تاني حاجة، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه مدعم متحدي الأعاقة بشكل كبير جدا لسبب مخلينا احنا قادرين وعارفين نشتغل معاهم. انا طلعت بطل، البطل ده عايزه اصفره، هو الاتحاد مدعم ده، رئيس الاتحاد مدعم بطولات الطنجتيه حتى كنبدا باللعيبه. يعني انتوا كمان ماديا متكفلين الى حد ما، الاتحاد متكفل. طبعا متكفل بمتحدي الاعاقه في كل حاجه وفي جميع سفرياته. وبالنسبه بقى للمتحدي الاعاقه في الشغل بتاعهم نفسه،
طبعا بتقابلنا عقبات كتير، بس يعني مش صعبه، مفيش حاجه صعبه بصراحه. وعماد انت بتشتغل، انت عندك كام سنه؟ دي مفاجاه. عندي 25. في سي في هنا مش سهل يا جماعه، في سي في رائع. انت عندك كام سنه الاول وبتشتغل ايه؟ عندي 25 سنه. 35. 25 سنه ولا انت بتصغر نفسك 10 سنين؟ طب ما انا اعمل ايه يا عماد؟ 35؟ لا عندي 25. طب هو عنده 25، ماشي. اوكي. طيب قولي بتشتغل ايه؟ والله صراحه يا حياه كنت شغلت الشغل الشارع مش عارف مدرسه ايه، الشارع مدرسه ابتدائي فرونت الشارع الظاهر بقى له 5 سنين. بقى لي 5 سنين، في 10 سنين كنت بقف مع كنت بقف من مع مكنه التصوير، اصور اوراق واثبتهم. المهم تكون مبسوط، انت مبسوط وانت بتشتغل ومبسوط وانت بتمارس رياضه، مش دي اهم حاجه؟ الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. رياضه مهمه جدا وبتفرق في المود كمان يا عماد، صح؟ تحس ان انت المود بتاعك احسن لما بتروح تتمرن، صح كده؟ صح. طب كابتن شيماء، عايزه يعني اخد من كلام عماد برضو واسالك، يعني ممكن يكون في اهالي كتير جدا عندهم ابنهم اي حد او اي فرد في العيله يعني من ذوي الهمم، خلينا نقول، طيب ازاي انا اقدر برضو اتكلم معاهم؟ لان خلي بالك مش كل الاهالي متفتحه او منفتحه، وفي اهالي بتخاف قوي على اولادها، بيقول اهالي ما عندهمش وقت، حاجات زي كده كتيره. ازاي انا ممكن كمدربه وعندي الثقافه دي وعندي الوعي ده عايزه اغير هذا الفكر وعايزه اجيب الشخص ده يجي وحياته تختلف؟ لان خلي بالك الموضوع فعلا بيبقى فرق في الحياه في المستقبل، فازاي بقى ده تقدري تقنعي بيه بعض الاهالي اللي اكيد انت بتشوفي نماذج كتيره جدا من نوعيه الاهالي دي؟ هي فعلا في اهالي كتيره جدا بتبقى رافضه وفاهمه ان اولادها مش هتحقق حاجه، وانا من وجهه نظري شايفه ان هم ما عندهمش ثقه في اولادهم مبدئيا يعني. بالظبط. دي حقيقه. ويعني انا لما بتكلم معاهم شايفين ان لا، يعني انا اسفه طبعا في كلمه زياده اعباد، هي مش كده خالص، لان هو اصلا متحدي الاعاقه مجاني، تدريبه مجاني، فبنعمل زي ندوه او احتفاليه صغيره ان احنا نبسط الاولاد بيها، ما فيش منها هدف للكاراتيه ولا للجمباز ولا للتايكوندو ولا اي حاجه، بيجوا يقضوا وقت جميل وصغير. بنعمل فيها فقره كاراتيه، فقره جمباز، فقره انشاد ديني، جميع الفقرات. هنا بقى بندخلهم وبندربهم وبنبدا نوري اهاليهم هم قد ايه دول زيهم زي الناس العاديه ويمكن افضل بكتير. فانا عملت عمليه دمج، عملنا فريق فريق طموح لكنوز البشريه مع الكاتب الصحفي عبد الرحمن مؤمن عبد الحليم، عمليه دمج. ازاي دخلنا الجروب بتاعي اللي هم الناس العاديين ابطال، دخلنا معاهم متحدي اعاقه ذهنيه وبصريه وحركيه وصم، ودخلنا دول مع دول، دربت دول نص ساعه لوحدهم، دول نص ساعه لوحدهم، دخلنا الاثنين كلهم بيشتغلوا بنفس المستوى. الله، حلو ده. إيه، حتى هيتكرموا في اليوم العالمي متحدي الاعاقه يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. هيحضرها كام شخص بقى؟ كتير. لا كتير، يعني الموضوع يعدي اكتر من 120 شخص. حلو قوي. وفي تكريم ليهم في مكتبه القاهره الكبرى في يوم الاربعاء الجاي في اليوم العالمي. وفي فنانين بتدعمنا جدا ومبسوطين بيهم جدا. المجتمع كله بصراحه، المجتمع كله لازم يبقى واقف مع بعض، وزي ما بنتكلم مفيش فئه عالة يعني علينا، مش اسمها كده يعني، احنا كلنا بنكمل بعض بالعيوب بالمميزات بالقوة الضعف والقوه، كل يعني المجتمع لازم يكون فيه كل حاجه، فده الصح. والوعي انت اكيد برضو من كلامك انا فاهمه ان هو اختلف الى حد كبير مؤخرا. انا حبيت بس يعني اثبت لاولياء الامور ان ممكن يكون ابنها الكفيف ده او اعاقه ذهنيه افضل من عادي. الفكره في ايه؟ الفكره ان انت يعني لو ابنك اتولد في ظروف معينه ما ينفعش ان انا برضو اجي ازود عليه، خلينا نهون على ولادنا، نهون على الاشخاص دول ان احنا نديهم امل. لو انت مش مؤمن بيه، ناس تانية مؤمنه بيه، دي الفرصه ان هو يعيش حياه افضل. دي النقطه اللي احنا حابين جدا ان احنا برضو نوصلها لحضراتكم. فممكن اختم معاك يا عماد بقى، وعلى فكره انت عارف انت بيتابع كام واحد؟ قول كده رقم، قول رقم كبير مثلا. لكم عارف كم واحد اتفرج عليك مثلا؟ قول
ملايين. بجد بجد. فانا عايزه صوتك يوصل، يعني انت قول بقى رساله للناس اللي بتتفرج عليك تحديدا طبعا جمهور الاهلي، يعني عايزاهم يسمعوك، عايزاك انت حتى تقول رساله للناس اللي برضو حابين ان هم يمارسوا رياضه من ذوي الهمم، صحابك انت بتشجعهم، خليني اسمع بقى هتقول لهم ايه. طبعا كنت مين اللي دعمك؟ وانا كنت طلعت الاهلي اهلاويه، وانا كنت لابس القميص، انت لابس لون احمر النهارده مخصوص، ها؟ قميص احمر حمر عشان كنت طلعت اهلاوي. وعماد هو عنده عندي قدره يعني فريق ماتشات بتاع الاستاد. على فكره ماما عماد اكبر مثال لكل الناس، متحدي اعاقه بقى لها اكتر من 20 سنه مع عماد في مجال الرياضه، سواء سباحه سواء تنس سواء كاراتيه. عايز اقول حاجه لماما، هي اللي ليها الفضل. شكرا مثلا، يعني حابب تقول حاجه ليها دلوقتي بتتفرج علينا؟ طبعا قول لماما حاجه. طيب عماد انا هشكرك، بس احنا عايزه منك وعد ان انت المره الجايه ما نستضيفك. وعشان اول مره. لا بالعكس، انت نورتنا والله بجد، وعايزين المره الجايه لما نستضيفك، عشان دي مش اخر مره، عايزين ميداليات اكتر وبطولات اكتر. توعدنا؟ عندي هو معاه ميداليات كتيره بس هو ما قدرش. انا عارفه. عندي بين ميداليات عنده امكانيات. برافو الحمد لله رب، ليش فوق رب، عشان كنت دخلت حمام السباحه انتبهت تعليمي. ربنا يوفقك يا عماد، ربنا يوفقك يا حبيبي، وانت مثال جميل للشاب المصري الناجح بجد، الرياضي الناجح. نورتنا وبشكرك جدا كابتن شيماء، وربنا يوفقك فعلا في اللي جاي، بتعملي حاجه محترمه جدا، وعايزين بقى يخرج من تحت ايدك ابطال تانيين مصريين ان شاء الله، وفي مفاجات قريب باذن الله. ان شاء الله هنروح فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم، هينضم ليا بقى كريم وكابتن حشيش.